بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لأخي مدير الجلسة، والشكر كذلك للإخوة الذين تحدثوا قبلي، الأستاذ داود خلاف وقبله الدكتور جاسم الشمري. وموضوع هذه الندوة فيه داخل في المحاور، يعني التقسيم هو علمي وتوزيع للمحاور على الباحثين، ولكن طبيعة القضية تستدعي أحيانا تداخل هذه المعلومات، فهناك بعض الإضاءات في البحوث يكمل يعني بعضها بعضا، ولذلك قد نتجاوز أحيانا لأنه سبق أن أشير إليها، لا نشير إلا إلى الضروري منها. عنوان هذا البحث هو جهود علماء العراق والعلماء الفلسطينيين في العراق في مواجهة الخطر الصهيوني. والبحث ينقسم على تمهيد ومطلبين، المطلب الأول في جهود العلماء العراقيين، والمطلب الثاني في جهود العلماء الفلسطينيين. وأؤكد هنا على أن هذه التسمية وهذه القسمة إجرائية فقط لأغراض بحثية، وإلا الحالة تشير إلى أنه الصفة الفلسطينية كانت فقط توصيف للجنسية ولمسقط الرأس وللموطن الذي ينتمي إليه العالم، وإلا فالجهود وخاصة جهود العلماء الفلسطينيين في العراق متداخلة مع جهود العلماء العراقيين، لأنهم كانوا يعاملون كعراقيين، ولذلك سترون بعض المعلومات التي تشير إلى ذلك، لم تكن هناك موانع، ومن أبرزها طبعا الحال التي ذكرها الأستاذ داود خلف، ولها إشارة في بحثي في ثورة مايس 1941، كان الداعم الرئيس لها والمخطط مع رشيد علي القيلاني وفضيلة المفتي محمد أمين الحسيني، وشارك عدد من الضباط والقادة القساميين في هذه الثورة كما سيرد في البحث. في التمهيد، كان الموقف العراقي متقدما شعبيا ورسميا في مواجهة الخطر الصهيوني والدفاع عن فلسطين ودعم صمود أهلها ومقاومتهم وكشف المخططات الصهيونية وفضحها. فقد كتبت في هذا السياق دراسات كثيرة جدا في العراق، بحثت جوانب متنوعة من جوانب هذا الموضوع الواسع الأطناب، فمنها ما تناول الجانب الرسمي الحكومي، ومنها ما تناول الجانب الشعبي، ومنها ما جمع بين الأمرين في إطار زمني محدد أو على وفق سياق بحثي خاص، أو بحث موضوعات أكثر تفصيلا تتعلق بأصداء القضية الفلسطينية في العراق عامة أو في بعض مناطقه، أو دراسة علاقة القضية الفلسطينية بملفات عربية وإقليمية ودولية. وجرى أثناء ذلك الإشارة لجهود عدد كبير من رجال العراق وقادة العلم والفكر فيه في نصرة القضية الفلسطينية ومواجهة الخطر الصهيوني عند دراسة جهودهم كلية أو بعضها. سبق لي أن قدمت ورقة بهذا الصدد بمناسبة أسبوع القدس في العام الماضي في ندوة أقيمت في عمان عن جهود العلماء العراقيين في خدمة قضية فلسطين، وقد اخترت في هذه الورقة نعرض لجوانب أخرى لم أتحدث عنها في الورقة الماضية مع المقارنة مع جهود العلماء الفلسطينيين. الجهود العراقية المتعلقة بالقضية الفلسطينية متكاثرة، وتكونت من أجلها اللجان، وأقيمت التجمعات والملتقيات، وعقدت المؤتمرات، وأسست الجمعيات على مدى العهود التي تحدث عنها أخي الدكتور جاسم، العهد الملكي والعهود الجمهورية بعده. واتسمت هذه الجهود بصفات عدة، لعل من أبرزها مشاركة مكونات الشعب العراقي جميعا فيها، ونشاط قادة الفكر والثقافة الجاد والفاعل فيها من العلماء والمفكرين والأدباء والشعراء والصحفيين والسياسيين، فضلا عن الفئات والشرائح المجتمعية من الطلاب والشباب والنساء وشيوخ العشائر والنقابات المهنية الممثلة للمحامين والمعلمين والأطباء والمهندسين والعمال وغيرهم. وشواهد الأعمال التي قام بها هؤلاء والفعاليات التي أعدوها كثيرة لا تحصى، لا يتسع المجال لذكرها، بحسبنا هنا أن ننوه ببعض الأعمال الجماعية نحو لجنة الشباب الموصلي، لجنة الأحزاب العراقية للدفاع عن فلسطين، لجنة التحقيق الأنجلو أمريكية للرد على تقرير لجنة التحقيق الأنجلو أمريكية، وجمعية الدفاع عن فلسطين، ولجنة الاجتماع الجماهيري في الموصل، وجمعية إنقاذ فلسطين. وقد أشاد بهذه الجهود عدد من الكاتبين لتاريخ فلسطين الحديث ونوهوا بها، وعدوا ما قدمه العراق شعبيا ورسميا من أبرز ما قدم لنصرة فلسطين أثناء أزماتها المتتابعة، ومن هؤلاء الشيخ المفتي محمد أمين الحسيني الذي يقول هذا الحديث في الأربعينات، نهاية الثلاثينات على بداية الأربعينات،
وصل قبلي إلى العراق بأتى مجاهد فلسطيني فأظهر لهم الشعب والحكومة العراقية كرما عظيما، فلقد كان الشعب العراقي أكثر الناس حماسا للقضية العربية. هذا في زمنه. والأستاذ محمد عز الدروز رحمه الله يقول: لقد كان حماس العراق الأبي الذي كان ينعم أكثر من غيره بالاستقرار وقوة النفس والحركة. لاحظوا الوصف، قوة النفس والحركة نتيجة طبعا الاستقرار، عظيما، سواء ما أقامه من مظاهرات أو تبرع به من مال أو ساعد عليه من وسائل الكفاح. المطلب الأول: جهود العلماء العراقيين في مواجهة الخطر الصهيوني. هذه الجهود قسمتها على جهود جماعية وجهود فردية، أتناول فيها سيرة عالمين من علماء العراق، وسأقتصر على ذكرها سريعا بدون تفاصيل، وإلا كل فقرة فيها إشارة لبعض المعلومات المهمة. أولا: الجهود الجماعية، وتتضمن: واحد، المؤتمرات، ومنها المشاركة في المؤتمر الإسلامي العام في القدس سنة 1931 بوفد ضم 10 أشخاص من العراق، يتقدمهم العلامة الشيخ نعمان الأعظمي رحمه الله، ومفتي الموصل محمد حبيب العبيدي، والمرجع الديني من النجف محمد حسين كاشف الغطاء، والعلامة اللغوي المجمعي المعروف محمد بهجة الأثري وغيرهم. ثم المؤتمر الإسلامي العام في القدس سنتي 52 و53، وشارك فيه الشيخ أمجد الزهاوي، وهو الذي نظم مؤتمر سنة 53 بالتعاون مع الشيخ الصواف وجمعية إنقاذ فلسطين، ممثلا لعلماء العراق وجمعية إنقاذ فلسطين برفقة الشيخ الصواف سكرتير الجمعية والمحامي عبد الرحمن خضر محاسب الجمعية. ثم المؤتمر الإسلامي العام في بغداد سنة 1962، وهذا من أهم المؤتمرات. لما؟ لأنه جرى في هذه الدورة التي رأسها، لاحظوا، في بغداد ويرأس الدورة الشيخ محمد أمين الحسيني، حضرها عدد كبير من علماء العالم الإسلامي وعلماء العراق، تم إنجاز نظام المؤتمر الإسلامي ودستوره الدائم وتشكيل هيئات المؤتمر التنظيمية وتسمية مكاتبه الإقليمية في أنحاء العالم الإسلامي. هذا الذي ولد عنه منظمة المؤتمر الإسلامي. اثنين، الجمعيات، ومثالها الأبرز والأشهر على الصعيدين العراقي والعربي هي جمعية إنقاذ فلسطين التي تأسست في كانون الأول سنة 1947 واتخذت من بغداد مركزا عاما لها، وكان هدفها المعلن ومقصدها الذي تعمل من أجله هو العمل على إنقاذ فلسطين من الصهيونية. هذه العبارة الواردة في بداية النظام الداخلي للجمعية، أسسها الشيخ أمجد الزهاوي في منزل المحامي عبد الرحمن خضر، ومعه الشيخ الصواف والأستاذ محمود فهمي درويش رحمهم الله جميعا، وضمت الفريق الركن حسين فوزي إبراهيم رئيسا، واللواء الركن إبراهيم الراوي نائبا للرئيس، وعبد الرحمن خضر محاسبا، وإبراهيم عطار باشي، ومحمود فهمي درويش، وعدد من الأعضاء يتقدمهم الشيخ الزهاوي والعميد الركن توفيق حسين والعقيد طاهر محمد عارف والعقيد عبد القادر العزاوي والنائب جميل الأورفلي وغيرهم. ثالثا، التجمعات، ومنها لجنة الاجتماع الجماهيري المعلنة سنة 36 في الموصل للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم ثورته المتجددة في نيسان 36. كما تعرفون أن الشيخ القسام رحمه الله توفي في تشرين الثاني 1935، ثم فترة قليلا ثم عادت الثورة من جديد في شهر نيسان، فكثيرون كانوا يتصورون أن الثورة مستمرة بوفاة الشيخ القسام 36، هو توفي في 35، ولكن الثورة تجددت وأطلق عليها الثورة القسامية. ثم التجمع الكبير الذي دعت إليه جمعية الشبان المسلمين في الموصل لمناصرة الشعب الفلسطيني، وأقيم في الجامع النوري الكبير في 1936. رابعا، الفتاوى والكتابات الشرعية، وهذه لها أمثلة عدة، لعل من أبرزها فتاوى وكتابات الشيخ محمد حبيب العبيدي وفتاوى العلماء والجمعيات الإسلامية، واقتصرنا في البحث على ذكر أشهر هذه الفتاوى وأكثرها انتشاراً، وهي فتوى رابطة علماء العراق سنة 1967 التي صدرت بعنوان نداء من جمعية رابطة العلماء في العراق إلى الشعب العراقي الكريم خاصة والعالم الإسلامي عامة بتوقيع الشيخ أمجد الزهاوي رحمه الله، وهي فتوى طويلة. خامساً، مذكرات الاحتجاج والرسائل والبرقيات، ومنها مذكرة الاحتجاج التي أصدرها عدد من العلماء أثناء الهبة الكبيرة في العراق
في دعم انتفاضة فلسطين سنة 1933، حيث صاغ عدد من علماء العراق مذكرة احتجاج وأرسلوها إلى عصبة الأمم عن طريق وزارة الخارجية العراقية وإلى مفوضيات الأقطار العربية والأجنبية في بغداد. وقع عليها عدة شيوخ، منهم الشيخ محمد حبيب العبيدي والشيخ إبراهيم الراوي والعلامة عبد الجليل آل جميل وغيرهم. الرسائل والبرقيات التي دأب على إرسالها علماء العراق للملوك والرؤساء العرب والمسلمين والدول والمنظمات ووسائل الإعلام، نحو ما كان يرسله الشيخان محمد حبيب العبيدي وأحمد الراوي مثلا. من الطرائف أن الشيخ محمد حبيب العبيدي مفتي الموصل، وقد تأخرت وفاته إلى سنة 1963 أو بعد ذلك عفوا، أنفق أموالا طائلة على إرسال البرقيات. ما كانت رسائل عادية ولا بريد إلكتروني ولا اتصالات هاتفية، كل برق، والبرق بفلوس. فأنفق آلاف الدنانير في ذلك الوقت في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من جيبه الخاص، من ماليته الخاصة، على إرسال البرقيات. سادسا، الكتب والمؤلفات العامة عن فلسطين والدفاع عنها ورد الخطر الصهيوني. وترد في هذا السياق كتب كثيرة، منها الفتوى الشرعية في جهاد الصهيونية للشيخ العبيدي أيضا، وسير التفصيل عنها لاحقا، والمخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام للشيخ محمد محمود الصواف، وكتاب معركة الإسلام أو الثاني وقائعنا في فلسطين بين الأمس واليوم للشيخ الصواف وغير ذلك. ثانيا، الجهود الفردية لعلماء العراق. اخترت هنا جهدين للشيخ محمد حبيب العبيدي وللشيخ أحمد الراوي. إذا دخلنا على الشيخ العبيدي بعد تجاوز السيرة، هو مفتي الموصل، توفي في الستينات القرن الميلادي الماضي. أصدر الشيخ محمد حبيب العبيدي سنة 47 فتواه المشهورة المطبوعة على شكل كتاب من 167 صفحة تقريبا، الفتوى الشرعية في جهاد الصهيونية، ويتدل على انتباهه الدقيق لمخاطر الصهيونية واستشرافه لأطماعها في فلسطين والمنطقة منذ وقت مبكر، إذ أن فحوى هذه الفتوى ألقاه في محاضرة في بيروت بعنوان ظلم وظلام، محاضرة في بيروت بعنوان ظلم وظلام سنة 1915، كان يحذر من خطر الصهيونية حتى قبل وعد بالفور. ثم مشاركته في المؤتمر الإسلامي العام في القدس سنة 1930 وغير ذلك من المؤتمرات. فضلاً عن شعره وأدبه المسخر لفضح الصهيونية، فقد كان من كبار شعراء العراق، ولديه قصيدة يعني نسميها، لا نقول ماراثونية، تجاوزت مئات من الأبيات، فيها ذكر لكل قضايا الأمة. أما فلسطين فقد خصها بقصائد خاصة، وله قصيدة مشهورة قالها بعد مشاركته في مؤتمر الخلافة في القاهرة عن فلسطين. إذا انتقلنا بعد أن نطوي بعض الأمور إلى الشيخ أحمد الراوي من علماء العراق، توفي سنة 1966، وهو مدير المدرسة الدينية في سامراء التي خرجت كثيرا من علماء العراق من أساتذتنا وأساتذتهم، وكان قاضيا ومفتيا في العراق وفي سوريا. من جهود الشيخ أحمد الراوي أنه شارك علماء بغداد والعراق في إصدار الفتاوى العامة المتعلقة بالقضايا المهمة في العراق وخارجه، ومنها فتوى إعلان الجهاد لتحرير فلسطين، وانضم إلى لجنة الدفاع عن فلسطين وأسس فرعا لها في مدينة سامراء. استضاف الشيخ الراوي الحاج أمين الحسيني مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين في سامراء عدة أيام سنة 1940، من أجل تأسيس صندوق تبرعات لمجاهدي فلسطين في قضاء سامراء. وقد استمرت حملات التبرع عدة سنوات ولم تتوقف طوال العهد الملكي، فقد استعان الشيخ الراوي بعلاقاته مع شيوخ العشائر والوجهاء، واستثمر هذه المكانة في نفوس أهالي سامراء في توسعة عملية التبرع في سامراء وخارج سامراء. أيضا عنايته بتوجيه الرسائل والبرقيات إلى الجهات السياسية والشخصيات الرسمية ووسائل الإعلام باسم فرع جمعية الدفاع عن فلسطين في سامراء، ومنها رسالته المشهورة إلى الوصي على العرش في العراق وقتها ورئيس الوزراء والسفير البريطاني، فضلا عن الرسائل إلى الصحف المعروفة مثل جريدة الاستقلال والبلاد، وهذه كلها موثقة ومنشورة في كتاب مذكرات الشيخ أحمد الراوي. أيضا نطوي بعض التفاصيل. ننتقل إلى المطلب الثاني، جهود العلماء الفلسطينيين في العراق في مواجهة الخطر الصهيوني. نزح كثير من أهل فلسطين ولا سيما سكان مدن الساحل
يافا وحيفا وعكا واللد وغيرها إلى عدد من البلدان العربية. وقد انتهى الحال بقسم منهم في العراق، ولا سيما النازحون من حيفا ويافا ومثلث جنين طولكرم نابلس الذي كانت تقاتل فيه قوات الجيش العراقي أثناء أحداث النكبة 1947-1948، فقد نقلهم الجيش العراقي معه على دفعات استمرت لعدة أيام إلى بغداد حرصا عليهم، وأيضا عرفانا بجميلهم في مشاركتهم في القتال واستبسالهم في قراهم، وهي حالة فريدة. الكل نزح بجوده الذاتية، ولكن القوة العسكرية الوحيدة التي حملت معها النازحين الفلسطينيين في عربات الجيش هي كانت مع الجيش العراقي، وكان عددهم يقارب 5000، بين 4500 إلى 5000. وقد نشط قسم كبير منهم بفعالية في الحياة العامة في العراق، وقد سبق هؤلاء إلى العراق عدد من فضلاء الفلسطينيين قبل عام النكبة، وانخرط بعضهم في العمل الوطني وأيدوا ثورة رشيد علي الجيلاني سنة 41 أو شاركوا فيها، ولا سيما الشيخ المفتي محمد أمين الحسيني والقائد الشهيد عبد القادر الحسيني والقائد القسامي المعروف أبو إبراهيم الكبير. طبعا بعد انتهاء ثورة القسام في عام 36 اضطر كثير من القادة القساميين إلى النزوح، 200 منهم كما قال الشيخ الحسيني ذهبوا إلى العراق. وقد كان في الفلسطينيين اللاجئين في العراق علماء ودعاة ومثقفين وأدباء ومدرسين وضباط بذلوا جهودا محمودة في التعريف بقضية فلسطين في العراق والتحذير من خطر الصهيوني عن طريق الجمعيات التي شاركوا فيها أو المساجد التي عملوا فيها أو المدارس والمعاهد والكليات التي كانوا يدرسون فيها. وقد برز من هؤلاء عالمان أغنياء الحياة العلمية والدعوية في العراق، وانتشرت أخبار فضلهما وجهادهما كثيرا، وهما الشيخان علي محمد الحانوتي رحمه الله والدكتور محمد نمر الخطيب رحمه الله. وفيما يأتي عرض لما تيسر من سيرتهما وأخبار جهادهما وتصديهما للخطر الصهيوني في فلسطين وغيرها ولا سيما في العراق. أولا الشيخ علي الحانوتي. والشيخ الفاضل علي بن محمد بن علي الحانوتي ولد سنة 1908 في قضاء ترشيحة في محافظة عكا بفلسطين. ألفظها صحيح ولا؟ بارك الله. درس في القرآن الكريم في هذه المدينة ثم في مدينة حيفا، ثم درس العلوم العربية والشرعية على عدد من علماء فلسطين نحو الشيخ كامل القصاب القائد القسامي أيضا، والشيخ صالح العشماوي، والشيخ المجاهد نفسه عز الدين القسام رحمه الله. ثم تم الدراسة الابتدائية والثانوية وذهب إلى مدينة عكا قبلة طلبة العلم في ذلك الوقت للدراسة في المعهد العلمي الأحمدي على يد كبار علمائه، ومنهم الشيخ عبد الله الجزار مفتي عكا ومدير المعهد الشيخ محمد اللبابيدي ومفتي الشافعية الشيخ محمود القبلاوي، وأخذ أيضا عن الشيخ توفيق العنبتاوي والشيخ يوسف النبهاني. ثم سافر إلى مصر لإتمام دراسته بالأزهر الشريف ودرس على أغلب علماء مصر الكبار وقتها. توفي رحمه الله يوم الأربعاء 7/3/1984 ميلادية، وشيع عصر ذلك اليوم بموكب حافل من حي السلام من الطوبجي. كنت موجود أبو أنس؟ الله يرحمه. غربي بغداد إلى مقبرة الشيخ جنيد البغدادي التي أوصى أن يدفن فيها. حاضر أيضا؟ عبالي حاضر أبو عبيدة. طيب. وأن لا يقام مجلس الفاتحة على روحه، وقد تم تنفيذ وصيته في ذلك رحمه الله. جهود الشيخ الحانوتي في مواجهة الصهيونية في فلسطين عند اندلاع ثورة الشيخ عز الدين القسام ضد الاحتلال الإنجليزي أواخر سنة 35 وانتهائها في مرحلتها الأولى باستشهاده، قامت سلطات الاحتلال البريطاني بعمليات قمعية استهدفت قادة الثورة مع الشيخ القسام في حيفا ومحيطها، واعتقلت عددا منهم ومنهم الشيخ الحانوتي الذي سجن مدة سنة بحكم قربه من عدد من قادة الثورة ولا سيما شيخه وأستاذه كامل القصاب أحد مساعدي القسام المعروفين. وعمل الحانوتي في لجنة الدعوة والثقافة من تنظيمات الثورة التي كان الشيخ القصاب يتولى مسؤوليتها، وكانت مهمة هذه اللجنة التثقيف العقائدي وتعبئة الجماهير والدعوة للجهاد ومقاومة الاحتلال اعتمادا على حلقات التدريس والوعظ والإرشاد في المدارس والمساجد في حلقات وخلايا سرية يجري فيها توجيه الشباب لذلك.
في سنة 47 عين الشيخ الحانوتي مدرسا لقضاء حيفا، فتصدى مع أساتذة المدرسة لليهود وبث روح المقاومة بين الطلبة، وشارك في معركة وقعت في المنطقة في 14/9/47، فأغلقت سلطات الاحتلال البريطاني المدرسة متهمة إياها بالتسبب بذلك، ثم اشترك في معركة أخرى في حيفا بتاريخ 18/7/1948. وبعد وقوع النكبة وهجرة كثير من أبناء فلسطين من مدنهم وقراهم واحتلال الصهاينة لها، هاجر الشيخ الحانوتي وكثير من أهالي حيفا وما حولها إلى العراق. 2. جهوده في العراق. استقر الشيخ الحانوتي في العراق بعد نكبة التقسيم وعمل فيه حتى وفاته، إذ اختير أولا إماما وخطيبا في جامع مدينة الشطرة بمحافظة ذي قار جنوبي العراق في مطلع سنة 49، ثم نقل في نهايتها إلى بغداد مدرسا في مدرسة تعليم القرآن في مديرية الأوقاف العامة، ثم مدرسا في ثانوية الأوقاف الدينية المدرسة النجيبية، بقي فيها 10 سنوات مدرسا للغة العربية والتجويد والتفسير والحديث والفقه، وبعد إلغاء المدرسة عين إماما وخطيبا في جامع المأمون في غرب بغداد سنة 60، ونقل في السنة نفسها إلى جامع الحاج زيدان في حي الطوبجي السلام، ومكث فيه 4 سنوات تقريبا، حيث نقل في شهر آب 64 إلى جامع فتاح باشا المبني حديثا في حي البياع، واستمر عاملا فيه ومدرسا مدة 20 سنة حتى وفاته رحمه الله. كل ما ينبني جامع جديد وكبير ينقل عليه الشيخ الحانوتي. ثم أخيرا في البياع كان أكثر أئمة وخطباء بغداد وطلبة العلم درسوا عليه في جامع فتاح باشا، لكن لم ندركه بسبب العمر في ذلك الوقت. يقول الأستاذ صادق الجميلي رحمه الله في مقال كتبه عن الشيخ بعد وفاته في مجلة التربية الإسلامية: كان الفقيد مع ما عرف به من جرأة في الحق يغار على الإسلام وأهله ويقارع المبطلين الذين يروجون الأفكار اللدامة، وتشهد له بغداد تلك الوقفة الجريئة التي لقن بها أحد دعاة الهدم والتخريب درسا لا ينساه في الستينات. وكان الشيخ دائب التعريف في مجالسه وحلقات درسه بفلسطين وهمومها وأهلها ونكبتهم، وراويا لما رآه من أحداث وشارك فيه من أعمال قبل اللجوء إلى العراق، ومتفاعلا مع كل حدث أو عمل يخدم في هذا السياق. من أبنائه الشيخ محمد الحانوتي الذي أصبح مفتي واشنطن وتوفي سنة 2015 رحمه الله. بعد غزو العراق واحتلاله سنة 2003 قتل 2 من أفراد عائلة الشيخ الحانوتي. الأول هو نجله الشيخ حامد الحانوتي إمام وخطيب كان أيضا من مواليد بغداد سنة 1961 على يد القوات الحكومية التي اعتقلته بعد حملة مداهمات اشتركت فيها في قسم منها قوات أمريكية محتلة، وطالته مع عدد آخر من الفلسطينيين، وشملت أيضا اقتحام مجمع سكن الفلسطينيين في منطقة البلاد البلديات شرق بغداد في 13/3/2007، ثم وجدت جثته في اليوم التالي ملقاة في أحد الشوارع. والثاني هو حفيده أسامة إبراهيم الحانوتي من مواليد بغداد سنة 1973 الذي اغتالته قوات الاحتلال الأمريكي في 4/8/2004 في منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد، وكان وقتها يدرس في مرحلة الدكتوراه في كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد، وكان صديقا لنا رحمه الله. وقتله على غير الخلفية التي قتل عليها عمه إمام وخطيب واستهدف لأنه فلسطيني، وأخونا أسامة كان مقاوما رحمه الله. ثانيا الشيخ محمد نمر الخطيب. هو محمد نمر بن عبد الفتاح بن الشيخ سعيد الخطيب، ويرتقي نسبه إلى السيد أحمد الصياد الرفاعي الحسيني، ولي سنة 1918 في مدينة حيفا بفلسطين في أسرة علمية معروفة تتولى مهام الإفتاء والقضاء ونقابة الأشراف في المدينة التي استقر فيها في أواخر القرن 18 الميلادي جد العائلة الشيخ عبد الواحد أفندي ابن محمد، وتولى إمامة وخطابة الجامع الكبير في حيفا المسمى جامع النصر. أنهى الشيخ الخطيب تحصيله الأول والثانوي في حيفا وعكا، وأخذ شيئا العلوم عن علمائهما، ثم انتقل إلى مصر للدراسة في الأزهر ومكث فيه 12 سنة. حصل في السنوات 8 الأولى منها على الشهادة العامة، وبعد تنظيم الأزهر على الكليات اختار الدراسة في كلية أصول الدين
فأكملها في 4 سنوات وحصل على الإجازة العالية وسجل اسمه في قسم الماجستير ثم عاد إلى حيفا. استهدف الشيخ الخطيب بالاغتيال على يد منظمة الهاغانا في 19/20 شباط 1948، حيث قام اثنان من عملائها بإطلاق قرابة 32 رصاصة على سيارة كان يستقلها شمال حيفا عائدا من دمشق، فأصيب برصاصة في رئته وثلاثة في كتفه الأيسر، وقتل راكب آخر وجرح آخر، ونقل إلى مستشفى المقاصد في بيروت للعلاج ثم إلى دمشق لاستكمال العلاج على بناء على طلب رئيس الجمهورية السورية في وقتها شكري القوتلي. وقام الشيخ بعد ذلك مدة في دمشق ثم في بغداد، وانتقل بعدها للإقامة في لبنان وبقي فيه سنوات، ثم عاد إلى بغداد ومكث فيها 4 سنوات مدرسا وخطيبا وداعيا، ثم انتقل للتدريس في معهد الدراسات والبحوث العالية بتونس في الجامعة الإسلامية بليبيا، واستقر أخيرا في المدينة المنورة مطلع الثمانينيات الميلادية مدرسا في قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية ثم في كلية التربية. له مؤلفات كثيرة في العلوم الشرعية والدعوة والفكر والأديان والمنطق والفلسفة والتاريخ والرحلات، قرابة 40 كتابا. توفي الشيخ الخطيب رحمه الله عن عمر ناهز 100 عام في المدينة المنورة عشية عيد الأضحى المبارك 9 ذو الحجة 1431 للهجرة 16/11/2010 للميلاد. جهود الشيخ الخطيب في دفع الخطر الصهيوني. أولا في فلسطين شارك في الثورة القسامية، وكان أيضا من تلاميذ القسام، وتولى إمامة الجامع الكبير بعد وفاة الشيخ القسام، وشارك أسس الجمعية الإسلامية، وعمل في اللجنة القومية التي كانت تدير أعمال المدينة، فضلا عن إدارة اللجنة الإسلامية في جامع الاستقلال، وتولى أيضا مساعدة عدد من قادة العصبة القسامية. وبعد استشهاد هؤلاء تصدر الشيخ الخطيب رحمه الله لقيادة العمل في حيفا إلى أن استهدف فقام غيره بالعمل. أسندت للشيخ مهام أمنية ودعائية في الحكومة المحلية التي شكلها أهالي حيفا بعد إعلان التقسيم وما جرى بعد ذلك من معارك، واعتقل قبلها بسنوات ثم أطلق سراحه، ثم اتخذ من الجمعية الإسلامية مقر لتدريب الشباب على السلاح في مدينة حيفا. فهو من الشخصيات البارزة أثناء فترة الانتداب وأثناء فترة الاحتلال بعد النكبة. وفضلا عما تقدم فقد نشط الشيخ في أعمال ومهام دعوية كثيرة، وأسس جمعية الاعتصام 1941، واتخذها أيضا مكان للتدريب على السلاح من خلال ضباط فلسطينيين وسوريين وضابط عراقي. وأعانه في إدارة الجمعية الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله قبل أن ينتقل إلى العمل في الأردن. وكانت هذه الجمعية معنية بالنواحي الثقافية والتوجيهية والتعليمية والكشافة وما إلى ذلك، فضلا عن ترأسه للجنة المقاطعة في حيفا، مقاطعة البضائع الصهيونية، عدم التعامل مع المستعمرات الصهيونية، وكانوا يقيمون مجلس حكمي لفض هذه المنازعات ومعاقبة من يتعامل معها، حتى أنه مرة أجرى حكما على نفسه، كلف شخصا بشراء راديو، فلما تبين أن الشخص اشتراه من يهودي حاكموا هذا الشخص ورد هذه البيعة. أما جهوده خارج فلسطين بعد إصابته استقر في دمشق، وكان له منبر دائم يومي، برنامج يومي في إذاعة دمشق بعنوان من هدي القرآن، أصدره كتابا بعد ذلك بهذا العنوان، وبرنامج آخر عن نكبة فلسطين، وأسس لجنة للناجين كان رئيسها الفعلي، وشارك الوفد السوري للمؤتمر الإسلامي بكراتشي 49، وبقي خارج فلسطين مدة الحرب. كتبه كثيرة، أبرز هذه الكتب من أثر النكبة اللي صدر 1951، وأصبح المصدر الأول، بل يكاد يكون المصدر الأول للحديث عن قضية فلسطين ونكبتها، ولا سيما حيفا وما حولها، فهو أسبق من كتاب عارف العارف المشهور جدا، ومن كتب محمد عزت دروزة رحمه الله جميعا. أختصر وأنتهي بجهوده في العراق. بعد وصول الشيخ الخطيب إلى العراق أول مرة 1951، عين مدرسا في كلية الشريعة، ثم اختير خطيبا في جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني، لاحظ المكانة الكبيرة، خلفا للشيخ قاسم القيسي مفتي بغداد وخطيب الجامع الذي توفي 1955. وانتقل الشيخ بعد سنوات إلى لبنان مبعدا من السلطات الملكية وقتها في العراق. لما؟
بسبب تنديده بالعدوان الثلاثي على مصر من على منبر جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم عاد إلى العراق ثانية بعد خروجه من لبنان، وعين أستاذا في كلية الإمام الأعظم الشريعة سابقا، وهنا حصلت المعرفة، لأنه كان زميلا أو كان والدي رحمه الله زميلا له في الكلية، فعرفت الشيخ نمر الخطيب منذ ذلك الوقت وإلا ما التقي. ثم أصبح خطيبا في مساجد عدة في الجانب الغربي من بغداد، كجامع رشيد إدراق في حي المنصور وجامع البنية في منطقة علاوي الحلة، وشارك رحمه الله في التدريس والخطابة والعمل الدعوي، ويتجول في مدن العراق مع دعاة العراق، ومن ذلك رحلته المشهورة إلى الرمادي مركز محافظة الأنبار سنة 1950 رفقة الشيخ الصواف والأستاذ عبد الرحمن خضر والشاعر وليد الأعظمي رحمهم الله جميعا للمشاركة في افتتاح المكتبة الإسلامية في المدينة، وألقى خطبة في أحد مساجد المدينة، وشارك أيضا بفعالية في أسبوع المرأة سنة 53، وكان من أحد أبرز كتاب مجلة الأخوة الإسلامية الناطقة باسم جمعية الأخوة الإسلامية في العراق. هذا غيض من فيض من جهودهما، ولكن الوقت أدركنا فعذرا على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.